ولا والله انا بس انا دايما بحب ابقى عارف المواضيع دي والناس تحب تبقى عارفه مين كلمك وقال لك ومين ايه اللي حصل يعني ماشي الناس لا تعرف طبعا برضو بعد انت بتشتغل في نادي عمل مؤسسي طبعا مش طبعا لا لا مش ايه مش يا جماعه طارق طب مين اللي عايزين نفهم الناس واحده واحده لا هو طبعا الفتره اللي بعد ما الراجل مشي المدير استاذ الفني مارتن لاسارتي لاسارتي تم توجيه الشكر ليه توجيه الشكر طبعا من الجهاز اللي معاه الاجنبي اللي معاه احنا كان عندنا مباراه مع اطلع بره بالظبط كان لسه المباراه الثانيه تم الاسناد المهمه لكابتن محمد يوسف والجهاز اللي كان معاه اللي هو سامي وحضرتك انا وسامي وكابتن سيد حافظ طبعا سيد طبعا وكابتن حسين عبد الدايم ك كابتن حسين احمال وكابتن احمد سليمان تحليل فني يعني اداء يعني اشتغلنا اسبوع تقريبا لحد ما لعبنا المباراه دي طبعا صوره اللي عملوها لي الحراس في اخر يوم ليا في النادي يعني او قبل اليوم الاخير يعني فاشتغلنا الخمس ست ايام اخر يوم ليك في النادي في الفتره دي اه دايما بحب اقول كده لان اولاد النادي لا حتى لو خرجوا لا اصل دي الصور دي لها هكلمك انا عن النقطه ماشي. دي لان زي ما بقول لحضرتك احنا قعدنا اسبوع ما احناش عارفين بقى طب في مدرب اجنبي جاي طب مش عارفين مين هيكمل مين مش مكمل ما حدش عارف حاجه خلاص طبعا. احنا في مدرب اجنبي جاي والمدرب الاجنبي هيتم تشكيل جهاز مش ممكن هيتم تشكيل جهاز وما فيش مدير فني يعني تجيب المدير الفني الاول وبعدين بتشكل الجهاز ده الطبيعي مزبوط. في النادي الاهلي يعني وده السيستم النادي الاهلي ف تم قعدنا زي ما بقول لحضرتك الاسبوع اللي احنا اتمرنا فيه ولعبنا الماتش بتاع يطلع بره بعد المباراه دي اتمرنا تقريبا برضو حوالي اربع خمس ايام برضو ولسه ما كانش يعني فيه هو لسه تم الاعلان يوم الاربع تقريبا او لا الثلاث الاعلان كان يوم كان يوم الجمعه لان كابتن سيد كلمني يوم السبت الصبح تم الاعلان لان انا كابتن سيد كلمني يوم السبت الساعه 12 الظهر ايوه وانا كنت يعني خلاص انا كنت بلبس ويعني خلاص الفضيحه يعني رايح النادي رايح النادي طبعا فكلمني كابتن سيد قال لي يا طارق الـ يعني الراجل الاجنبي موجود خلاص تعاقدوا معاه معاه مدرب حراس مرمى ومعاه مدرب حراس مرمى اجنبي فقلت له يا سيد مفيش مشكله خالص يعني كالعاده يعني قال لي بس في نقطه بس لازم تبقى عارفها الراجل هيجي الحد هيجي الاثنين ايوه هو صح المؤتمر كان الاربعاء صح قال لي الراجل هيجي الاثنين المؤتمر كان الاثنين يا كابتن اسلام لا مؤتمر الاثنين ممكن هو قال لي يعني. المهم قال لي الراجل جاي الاثنين اول تمرين للراجل يوم الاثنين ففي يومين اللي هو السبت والحد ما فيش مدرب حراس مرمى يعني فقلت له يعني يعني هقول يعني لو انت حابب تيجي اليومين دول تعالى لحد ما الراجل يجي قلت له طبعا يا سيد هاجي يعني طبعا. ازاي يعني خلاص ما فيش مشكله انما هاجي تمرين السبت وهاجي تمرين الحد لحد ما الراجل يستلم يوم الاثنين بالظبط يعني اللي مش اليومين دول هتقعد من غير تمرين مش هينفع فروحت تمرين السبت اشتغلنا مع الحراس ورحنا الحد وكان اخر يوم ليا في النادي يوم الحد اللي عملوا لك فيه الحفله بقى الصورة. هم عملوها لي الحراس شريف والشناوي وعلي ومعاهم مصطفى شوبير واحمد عملوها لي يوم السبت يوم السبت وكانت في حفله تانية اتعملت بقى للجهاز كله الحفله دي اتعملت لي انا مع الحراس عملوها لي شريف اللي عملها لي يوم السبت يوم الحد بقى اتعمل حفله كده اللعيبه كلها مع كابتن يوسف والكابتن وانا وكابتن حسين عبد الدين احنا الثلاثه اللي ما كملناش انما طبعا الكابتن احمد سليم كمل وكابتن سيد وكابتن سامي قمصان فبشكر طبعا الحراس كلهم شريف والشناوي وعلي والاثنين بقى الاشبال دول مصطفى واحمد على الحفله ديت وحاجه محترمه يعني ودي متعودين عليها كابتن اسلام في النادي الاهلي يعني ده الطبيعي لا الموقف ده برضه يا كابتن طارق يظل الاحترام موجود يا كابتن اسلام ويظل النادي الاهلي لا ده لا بالنسبه لي يعني ده بيتي الكبير اللي الواحد يعني كبر واتعرف والواحد لو يعني الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى ثم للنادي الاهلي عليا في حاجات كتير قوي 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 وده بيتي في اي وقت النادي الاهلي بيحتاجني انا تحت امر النادي الاهلي في اي وقت كابتن طارق اخيرا لو عايز اسالك